رب ان شاء الله. كابتن اسامه الف مبروك للنادي الاهلي. الله يبارك فيك. الحمد لله نتيجه ممتازه وما فيش شك ان هدف صلاح محسن الثاني هنا فرق كتير جدا، وقلنا الكلام ده قبل بعد المباراه الاولى وقبل المباراه النهارده. فرقه صن داونز هيبقى عليها ضغوط كبيره جدا، وكمان توقيت هدف ياسر ابراهيم خلي بالك كمان قتل تقريبا الامل عنده. مظبوط. ما انا هجيب لك السيناريو. ايوه ما انا قلت لك الهدف الثاني بتاع صلاح محسن صعب الامور عليهم جدا، وبقى في قلق وخوف عندهم. حتى لما تشوف هدف ياسر ابراهيم في قلق على حارس المرمى والمدافعين قبل ما الكره تترفع، لان هم كانوا خايفين من السيناريو اللي حصل ده ان يجي فيهم هدف فيتصعب عليهم الامور عشان يجيب 4 اهداف. في النادي الاهلي صعبه جدا طبعا، حتى لو النادي الاهلي مش في احسن حالاته. فهدف ياسر ابراهيم قضى تقريبا على طموحهم. صحيح هم جابوا بعديها هدف، ولكن الامور بقى كانت صعبت لانه عايز يجيب 3 اهداف تاني، وده مش سهل مع فرقه زي فرقه النادي الاهلي بتاريخها الكبير وامكانيات لاعبتها وخبراتهم الكبيره. فالحمد لله على النتيجه، وفي بذل جهد طبعا رغم التعب عند لعيبه كتير، لكن في ناس كتير ادت بشكل كويس في المباراه. واهم حاجه ان احنا طلعنا بالنتيجة من فريق مميز وفريق كان مرشح معانا للنهائي. صحيح.